من أهم محطاتنا صحة حياتنا، وزي ما قالوا درهم وقاية أحسن من قنطار علاج. الحاجة التانية عايزين نتكلم النهاردة مع بعض سريعا على بردية برلين. البردية دي لقوها في مقبرة من مقابر سقارة بيرجع تاريخها لأكتر من 1350 سنة. طب يا ترى البردية دي كان فيها إيه؟ البردية دي كانت بتتكلم على علم النساء أيام الفراعنة، فكانوا بيتكلموا إزاي بيهتموا بصحة المرأة قبل وبعد الولادة. يعني مثلا كانوا بيقولوا إزاي ممكن نحدد نوع البريد، فكان بيقول لك هنجيب شعير وهنجيب قمح وهنزرعهم في بول المرأة الحامل. لو الشعير نبت يبقى إذن إحنا عندنا المولود ولد، لو القمح نبت يبقى إذن المولود اللي عندنا بنت. طب لو الشعير ما نبتش والقمح ما نبتش يبقى ده حمل كاذب. كمان كانوا بيهتموا، طبعا ده كان أيام عصر الفراعنة، طبعا كمان كانوا بيهتموا بصحة المرأة الحامل، فكانوا بيدوها إزازة على شكل امرأة بتمسك بطنها المستديرة. الإزازة دي فيها زيوت عطرية علشان تدهنها فتخفف من الأعراض بتاعة الحمل. كمان كانوا بيهتموا بوقت الولادة، فكانوا عندهم قناعة إن المشاكل اللي بتحصل أثناء الولادة ممكن يكون من أسبابها الأرواح الشريرة، فكانوا بيخلوا أثناء الولادة يمسكوا عصيان خشبية لطرد الأرواح الشريرة. كمان كان ليهم ريادة في ابتكار كرسي الولادة الطبيعية اللي ما زال بيستخدم حتى الآن في كتير من المستشفيات في دول العالم المختلفة. مش هتصدقوني لو قلت لكم إن كان عندهم دراية بالمشاكل اللي بعد الولادة زي حمى النفاس، فكانوا بيقوموا بعملية الولادة في مكان بيسموه ماميزي، والمكان ده متسجل على معبد حتشبسوت في الدير البحري. ماميزي باللغة القديمة أو باللغة مصر القبطية معناها مكان الولادة، وكانوا بيعزلوا الحامل بعد الولادة لمدة أسبوعين في المكان ده، وما تشوفش أي حد غير شخص واحد بس اللي يدخل لها الأكل خوفا من حمى النفاس. طبعا ده كان طريقة إزاي الاهتمام بالمرأة قبل وبعد الولادة من آلاف السنين. خلينا النهاردة في 2020 نتكلم على إزاي نقدر نعمل متابعة حمل جيدة من أجل تجربة حمل إيجابية. مساء الصحة، أهلا بكم في محطة جديدة من محطات قطار مصر الفقرة الطبية. النهاردة في برنامج قطار مصر مش هنركب القطر، لكن هنركب آلة الزمن وهنرجع زمان زمان شوية، بس هنا في عصر الفراعنة. الفراعنة اللي كانوا بيعرفوا تقريبا كل الأمراض، واللي كان ليهم الريادة في ابتكار أدوية لعلاج كل الأمراض، واستخلصوا بعض الأدوية من أصول نباتية زي الأسبرين من شجر الصفصاف والإفيون من شجر الخشخاش ومن أصول حيوانية كمان. قدروا يستخلصوا زيت كبد الثور ويستخلصوا منه فيتامين A لعلاج العمى الليلي، وكانوا بيطلقوا على الشخص اللي بيقوم باكتشاف الأدوية دي فرماقة مانح الشفاء. ومع مرور العصور كلمة فرماقة دي اشتق منها كلمة فارماكولوجي علم الدواء، فارماسي أجزخانة، فارماسيست صيدلاني. وقالوا كمان ان لو الدكتور عالج كل الامراض بنفس الدواء عالج كل المرضى بنفس الدواء لمات معظمهم. اذا لازم يكون في صيدلي شغال في مراكز الابحاث عشان يكتشف الدواء، شغال في شركات الادوية عشان يصنع الدواء، شغال في الصيدليات علشان يصرف الدواء ويوفره ويقول لك تستعمله ازاي، وفي مراكز السموم ومعامل التحاليل ومكافحة العدوى وغيرها كتير، والصيدلي الاكلينيكي. علشان نتكلم عن دور الصيدلي في المجتمع عايزين حلقات وحلقات ومش هتكفينا. النهارده باذن الله هنتكلم على برانش واحد بس من الفروع بتاعه قسم الصيدله، الصيدلي الاكلينيكي. بعض الناس بيبقى عندهم امراض زي اكلورهيدريا او هايبوكلورهيدريا، نقص في افراز الحامض المعدي HCL او انعدامه تماما. طب وايه انا محتاج ال HCL ده في ايه؟ هنا في السموم انا محتاج ال HCL علشان السيانايد يتحول لسيانايد هيدروجين، المادة